الرحيم. اخواني الكرام وابنائي من العاملين في شركة سيكلم، انا النهاردة بحييكم على هذه الروح الجميلة التي تدل على الحب والولاء والانتماء لشركتكم، وعلى روح الزمالة وروح المنافسة الشريفة في مجال الرياضة، التي أتمنى أن تنتقل أيضا إلى منافسة شريفة بين كل الإدارات في تحقيق أهداف الخطة الخاصة بالشركة من زيادة إنتاج وتحقيق أرباح بإذن الله إن شاء الله مردود وعائده على كل العاملين في الشركة، هي التي أراها الآن الإدارة بالحب التي تحقق الاستقرار والأمن والأمان وتحقق إن شاء الله المصلحة العليا في الشركة. مرة ثانية بشكركم جميعا وأشكر إدارة الشركة على هذه الروح الطيبة وهذا العمل الطيب الذي تولي به العاملين. تحية لكم وإلى الأمام دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.